بدأت وزارة الإسكان بإجراءات السحب الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع الحجيات على المواطنين المستفيدين، وذلك تنفيذاً لبرنامج توزيع 3200 وحدة سكنية. هذا ويعد مشروع الحجيات السكنية أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25,000 وحدة سكنية، والمدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. بنظرات الفرح والبهجة وبابتسامة رسمت تفاصيلها تسبق اللسان عن الوصف، بل يعجز عن البوح عن سعادة غمرت قلوب المواطنين المستفيدين من توزيع الوحدات السكنية. جهود واستراتيجيات بذلتها وزارة الإسكان لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم للمواطن، ما نتج عنها السرعة في إنشاء المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة، وبالتالي تقليص قوائم الانتظار. توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتوزيع 3200 وحدة سكنية، قامت وزارة الإسكان صباح اليوم بالسحب على مشروع الحجيات الإسكاني، وهو أحد المشاريع السبعة التي سيتم توزيعها في إطار البرنامج، برنامج 3200 وحدة. مشروع الحجيات الإسكاني أحد المشاريع المتميزة ويقع في منطقة حيوية. عملية السحب على مشروع الحجيات كانت مرت بسلاسة، وكانت العملية مرضية بالنسبة لوزارة الإسكان والمواطنين الذي حضروا وهم المستفيدين من هذا المشروع. اليوم بدأت وزارة الإسكان بإجراءات السحب الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع الحجيات على المواطنين المستفيدين، وذلك تنفيذاً لبرنامج توزيع 3200 وحدة سكنية، والتي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أولاً أحب أشكر القيادة الرشيدة مثلة على رأسهم جلالة الملك الله يحفظه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على يعني هالبادرة وهاللفتة الكريمة اللي فرحوا الناس صراحة، يعني هاي فرحة العمر احنا نقدر نقول. ونشكر طاقم وزارة الإسكان مثلة في الوزير الدكتور خالد الحيدان على هالسلاسة في التوزيع، الاستقبال الطيب، يعني صراحة أبهرونا الصراحة، يعني ففرحة لا توصف، يعني يمكن يخوني التعبير عن ذكر باقي الناس بس فرحة لا توصف. يعني الإجراءات الحمد لله بسيطة كلش، ما ينا لله الحمد لله، كل الشعب كله قاعد وكل فرحان، جينا هاي عيد، عيد لنا هاي مو بس بيت، عيد عيد حق الشعب البحريني. الحمد لله شفت الناس واقفة وكل فرحان، كل واحد بهجة في عينه. أحب نشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد والقائمين على وزارة الإسكان، سعادة المهندس باسم يعقوب الحمر والأخ العزيز دكتور خالد الحيدان وكيل وزارة السياسات، والوكيل شيخ عبدالله وكيل وزارة الإسكان، والله والجماعة ما قصروا صراحة القائمين على السحب، يعني الإجراءات كانت سلسة ومرنة. فرحتنا ما أدري نوصف، خصوصا احنا لما بلغونا امس قالوا لنا على اساس انك لكم وحده سكنيه وحق تخصيص وتعالوا وزاره الاسكان، يعني ونشكر يعني كل القائمين على المشروع وعلى الاشياء اللي يعني صراحه ما تنوصف. اشكر جلاله الملك وسمو رئيس الوزراء والولي العهد، والحمد لله احنا مستانسين وفرحانين، والعيال يعني ما تدرون ايش قد هم مرتاحين مستانسين، طلع لنا أخيرا بيت الحمد لله رب العالمين. أشكر جلالة الملك وأشكر الولي العهد وأشكر رئيس الوزراء على البذول الجبارة اللي قاموا بها وزارة الإسكان على البيوت السكنية اللي هي 40,000 وحدة سكنية، وعامة الفرحة الحمد لله يعني بالبيت الأهل زوجتي وعيالي، الحمد لله فرحانين مستانسين فرحة ما توصف. الحمد لله.
إن إجراءات السحب الإلكتروني لوحدات مشروع الحجيات الإسكاني تأتي كمرحلة ثانية من مراحل توزيع المشروع، بالإشارة إلى أن المرحلة الأخيرة المتمثلة بتسليم وحدات المشروع للمستفيدين سيجري إتمامها فور اكتمال نسب الإنجاز في المشروع بصفة نهائية. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.